طائر الأورتونال، وواحد من سلالة وعائلة الطيور درسة الشعير أو درسة القمح أو البوحيات الموجودة في المغرب. هذا الطائر موطنه الأصلي بأوروبا، وكذلك يوجد في آسيا، ولكن هناك بعض الأنواع تسربت إلى المغرب كالبوح، وكذلك أنواع كثيرة تتشابه وهي من نفس العائلة. الأورتونال طائر فرنسي يتم صيده، ثم يتم سجنه في قفص مظلم حتى لا يفرق بين الليل والنهار، ويعطونه الأكل حتى يتغذى بشراهة لأنه لا يفرق بين الليل والنهار فيزيد وزنه، ثم عندما يسمن يتم أخذه وغمسه وسط الويسكي أو الخمور الغالية كالنبيذ، ويتم طبخه ويتم تحويله بعد ذلك إلى قسم تنظيفي من الأحشاء، وبعد ذلك يتم طبخه كأغلى وجبة في فرنسا. نعم، فوزيت لا فرانس لو باي دو لا ديموكراتيك، وي نعم، إنها فرنسا بلاد الديمقراطية. فهذه الأكلة كانت في عهد الرومان كذلك بنفس البشاعة، كانوا يتم فقع أعينه ثم طبخه حيا وتقديمه للزبناء للعائلة المخملية، وكذلك في فرنسا نفس القضية، يتم تقديم هذا كأغلى وجبة، أغلى وجبة في فرنسا للعائلة المخملية. ولا تستغرب في طريقة الطبخ وطريقة الطبخ والطهي، بل هناك شيء أغرب من هذا، هو عندما يتم الإقبال عليه من طرف الزبائن يغطون رؤوسهم كما ترى في الصورة استحياء من طريقة طهي هذا الطائر، وهم يعلمون طريقة الطهي وطريقة تربية هذا الطائر. سبحان الله ولله الحمد، اللهم إنا نحمدك على نعمة الإسلام. سبحان الله ولله في خلقه شؤون، اللهم إنك تشهد على كل شيء. والغريب في الأمر كما قلت هو يتم تغطية هذه الرؤوس وهم يعلمون علم اليقين طريقة طهي وطريقة سجن وصيد هذا الطائر. ثم منع هذه الأكلة من طرف الأمم المتحدة في 1990، ولحد الآن يتم طبخ وطهي هذا الطائر، حيث آخر مشاهدة ثم مشاهدته لأكلة، حيث شاهد من أهلها هو فرنسي، قال أن لحد الآن في ذاك الوقت في 2007، يقول لحد الآن لا زالت هذه الوجبة موجودة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه رسالة إلا من له شك في دينه. افتخر أنك مسلم، ارفع رأسك أنك مسلم، قل لي عظيم الشرف أنك مسلم. نعم نعم، قل هذا، افتخر بدينك أخي الكريم، فهذا الدين دين الإسلام، دين عدل ودين رحمة ودين رأفة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا الرفقة بالحيوان في الذبح، ويوصينا كذلك بالرأفة للحيوانات، ولله الحمد هذا الدين دين رأفة دين رحمة. تحيتي لكم، دمتم سالمين، والسلام علينا وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الدين عند الله الإسلام.